بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. المكوث مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس ما بين ايديه بينور القلوب. واحنا من فضل ربنا علينا سبحانه وتعالى اللي هو كتب لنا يوم الاربع ده عشان نجلس مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونتنور بنوره ونتبارك بالنظر في حديثه الشريف. عشان نغرق في أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنا ليه استخدمت تعبير نغرق في أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأني لما التعبير جه عن أن الجنة لها أنهار كمان الأنوار لها أنهار وما فيش حد عنده أنوار زي أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فتعالوا نغرق في أنوار شهد الوصال بحضرة النبي ونقرأ حديث أنا بسميه حديث وسيع حديث وسيع ليه؟ لأنه مليان سعة سعة حديث ليس وسيعاً لأنه طويل ولكن هو وسيع والحديث من توالي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الحديث ده وسيع عشان الأنوار اللي فيه والأسرار اللي فيه من أعجب ما يكون الحديث اللي فيه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيه وبيذكر عن رب العزة فهو حديث قدسي طويل مليء بأنوار حضرة النبي الحديث بيقول إيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الحديث ده دي أوله وإحنا حافظين ده لكن الحديث من اوله حديث سيدنا ابي ذر فيما يروي حضره النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزه فيقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أُكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم الحديث طويل هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والحديث له بقيه فهو حديث وسيع مليء بالانوار والاسرار وان شاء الله احنا نتكلم اليوم عن هذا الجزء الذي ذكرناه والقسم الثاني نتكلم عنه في الحلقه القادمه ان شاء الله عشان نحاول نفهم هذا هذه الانوار على مهل وننهل من انوار هذا الحديث وخلونا نبتدي مع جمال هذا الحديث شوف النداء النداء مولانا سبحانه وتعالى يقول يا عبادي نداء من الله سبحانه وتعالى النداء فيه شوية أسرار الله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن يقول يا عبدي ولكن عشان يجمعنا كلنا في رحمته عارف كده لما تحس أن الأبواب اتفتحت للكل مفيش حد فينا ممنوع مفيش حد فينا محروم أنا بحدي عشان كده بسميه حديث الوسع. يا عبادي كل العباد. وما قالش يا يا أيها المؤمنون كل العباد. فبقى الإعداء بقى, بقى النداء هنا نداء رحمة. وأنا بسميه مش بس النداء رحمة. نداء الرحمة الوسيعة. أنا أول ما أسمع يا عبادي أحس بنداء الرحمة والحنان الوسيع. فالله سبحانه وتعالى بيرحم وبيسع خلقه بالنداء. والنوع ده من الاحاديث بيسمى عند اهل العلم زي ما انتم عارفين الحديث القدسي او الحديث الالهي الالهي. وربنا سبحانه وتعالى بيقول يا عبادي ايه اللي حاصل؟ عشان يفهم العباد كلهم ان اللي جاي ده حكم عام عليهم كلهم. مفيش حد ما عنده استثناء. اول ما تسمع يا عبادي يبقى الحكم اللي جاي ده في صلاح للناس كلها في خيرهم في خروجهم من الضياع ولذلك يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وكان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه يا عبادي انا الخالق انا القادر انا المالك انا الذي بيدي مقادير كل شيء ومع ذلك حرمت الظلم على نفسي. ده المعنى الاول، المعنى الثاني لن اظلم احدا منكم في حسنه او سيئه او نعمه او مصيبه. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. يعني ايه؟ ولا يظلم ربك احدا. يبقى الله سبحانه وتعالى لا يظلم احد وكانه يقول للعباد فإذا كنت انا القوي العزيز المنتقم الجبار خالق كل شيء والقادر على كل شيء لا اظلم فانت يا ابن ادم لماذا تظلم؟ ليه بتظلم؟ علشان كده ربنا سبحانه وتعالى رب العزه في الحديث القدسي يقول ماذا؟ شوف التوطئه يا عبادي وكانه بيعمل ايه؟ يجعل الإنسان دائما ينطلق من الحقائق ينطلق من المسلمات ينطلق من المدد عشان ما يجيش حد يقول ايه؟ ما أنا مش هقدر ما هم ظلموني فأنا أعمل ايه؟ فالله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي نقول له صحيح يا مولانا صدق صدقت يا مولانا عارف أنت لما تقول صدق الله العظيم صدق الله أنه حرم الظلم على نفسي طب والنتيجه ايه هي بقى اذا كنت قد حرمت الظلم على نفسي فاني اكره الظلم واني لا احب الظلم ولذلك اللي يحصل هتيجي النتيجه ايه وجعلته بينكم محرما الا فلا تظالموا فيبقى الظلم حرام لان الله يكره الظلم مش بس يكره الظلم ده ربنا حرم الظلم على نفسي ده مش بيكرهه بس ده الله سبحانه وتعالى يبشعه لنا يبشعه لنا ازاي؟ ان الله سبحانه وتعالى واحد يقول طب ليه؟ يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي. التعبير ده تعبير مجازي لازم يتفك شويه، لازم يتفهم. يا رب انت حرمت ده ليه عليك؟ ما انت تقول لنا انك تكرهه. لا ده ربنا عايز يفهمنا ان من شده قبح الظلم وكراهيته له عملت ايه حرمته على نفسي طب حرمته على نفسي وفي شيء يبقى حرام عليك يا رب قال لا ما انا ما انت فعل ما تريد قال لا بس الله سبحانه وتعالى لا يفعل الا الصلاح لان الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا طيب فلكي تفهم الظلم وقبح الظلم لازم اعلن لك ان الظلم حرام علي فتعرف ان الظلم ده ايه ده حاجه بشعه ده كبيره كبيره قوي فالظلم حرام واغلب ما يقع فيه الظلم الظلم للعباد ثلاث حاجات مشهوره أوي ثلاثه اشياء بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وهو يخطب في حجه الوداع ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ قالوا نعم قال اللهم فاشهد يبقى إيه ربنا وكأن حضرة النبي يقول إيه؟ مش ربنا حرم الظلم على نفسي وجعله بينكم محرما خلوا بالكم إن أكتر حاجات بيقع فيها الظلم الثلاث حاجات دول اللي هم إيه؟ الدماء يحصل يحصل الظلم في إيه؟ فيقتل الناس بعضهم بعضا طب وإيه تاني؟ والأموال فيسرق الناس أموال بعض والاعراض فيهتك الناس اعراض بعض خلينا بس نقف هنا شويه واقول لكم حاجه ان التلات حاجات دول هما اللي خرج للحفاظ عليهم المقاصد الشرعيه ازاي يعني؟ احنا عندنا الدين مقصد من مقاصد الشريعه حفظ الدين مقصد من مقاصد الشريعه وحفظ العقل مقصد من مقاصد الشريعه وحفظ الحياه اللي هو حفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعه وكمان حفظ العرض والكرامه مقصد من مقاصد الشريعه وحفظ المال مقصد من مقاصد الشريعه لو تيجي تتامل كده هتيجي هتجد ان ايه اللي حاصل؟ ان الخمسه دول المدخل للحفاظ عليهم الثلاثة دول اللي هو حفظ الاعراض حفظ حفظ الانفس اللي هو رمزنا اليه بحفظ الدم وحفظ حفظ الاعراض وحفظ الاموال، طب فين حفظ الدين؟ وفين حفظ الايه؟ العقل؟ ما هو حفظ العقل ده إلا يف... يكون به الحفظ ده اللي يكون بالتكليف. والدين هو الذي من اجله سنبتعد عن هذه الثلاثة، سنحافظ على هذه الثلاثة، وكأني دول اللي مجموعهم اللي هيظهر فيهم فاعلية العمل بالحفاظ على المقاصد الخمسة. بعد ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم روى عن رب الهزة هذا الكلام البديع اللي خلينا فاهمين يعني جرم الظلم ماذا قال الله سبحانه وتعالى انتقل الى شيء اخر بس تعالوا نربط ما بين الحاجات اني حرمت الظلم على نفسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته وجعلته بينكم محرما الا فلا تظالم طيب طب تعالوا بقى نبتدي يا عبادي كلكم ضال الا من هديتُ، فاستهدوني اهدكم ايه اللي حاصل بقى وكاننا بننتقل بقى الى شكل من اشكال الظلم ايه هو بقى يا عبادي لا تلقوا بانفسكم في الضلال وانا اكره الضلال كما اكره الظلم لان الضلال من ظلمكم لانفسكم وانا ما كنت أضلكم أنتم الذين لا تطلبون هدايتي فاطلبوا هدايتي لكي لا تكونوا من أهل ظلم أنفسكم ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عشان يعلمنا ازاي يكون الواحد خارجا من الظلم في الخمس صلوات في الخمس صلوات نسأل الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم نطلب الخروج من الايه؟ من الضلال يبقى كلنا ضالون إذا لم نطلب الهداية من الله ونسعى إلى الهداية التي يساعدنا الله عليها كلكم ضال إلا من هديته نعم فأنا أهديكم بغير حول وقوة منكم ضل يعني إيه؟ تائه لا يعرف الحق ولا يميزه ضل يعني غاوي من الغواة ما بيقبلش الحق وكان الضلال هنا ممكن يكون من قبيل الجهل يعني السبب فيه الجهل يعني مش عارف الحق فعلا وده اخف من النوع الثاني اللي فيه بيكون الانسان عارف الحق ويبعد عنه طب ايه المنقذ من الضلال ايه المنقذ من الضلال؟ الله الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء هو المنقذ سبحانه وتعالى هو اللي يخرجنا من الظلمات الى النور هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وحضره النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد لنا ده في الحديث القدسي اللي معناه فيقول كلكم ضل الا من هديته طيب يعني انا كده اقعد وانتظر بقى الهدايه من ربنا اقعد بقى انتظر الهدايه من ربنا لا طبعا الهدايه هتجيلك لما تطلب الهدايه من الله سبحانه وتعالى تسير في طلب الهدايه بالقول والفعل والقلب فتتجرد من كل شيء يعوق بينك وبين الهدايه وتطلب الهدايه بصدق من الله وان شاء الله سبحانه وتعالى لن يخذلك ويكتب لك الهدايه ويمكن ده اللي بنتعلمه في كل ركعه من ركعات صلاتنا لما بنقول بكل وضوح في لجوء وفي استكانه وفي يقين اهدنا الصراط المستقيم بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا طيب خلاص احنا بنضل اذا لم نطلب الهدايه من الله طب وبعد كده شوف النعم بقى بتاعت ربنا يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم بعد الكلام ده كله بعد ما تكلمنا عن الهداية وهداية ربنا سبحانه وتعالى ده غذاء الروح وهداية ربنا دي غذاء القلب الهداية لازم عشان نعرف نعرفها ده وصل بالله سبحانه وتعالى الهداية هو فتح من الله سبحانه وتعالى وبركة فلما الواحد يكون صاحب هداية ده هو مأذون ان هو يكون مع الله لان اللي بيهديه في الطريق هو الله اللهم انت الصاحب في السفر فاللي بيهديك هو الله فانت بتكون في حضرة مولاك فلما تكون في حضرة مولاك لازم تعرف ان هو يطعمك ويسقيك يبقى احد الدلالات اللي انت بتكون فيها في الهدايه الربانيه ان انت تعرف ان انت عايش بلا حول ولا قوه الا بالله حتى في الاكل والشرب فيجي ربنا ينبهك ان انت بتاكل وبتشرب بمن؟ بالله هو الذي يطعمك ويسقيك كلنا جياع الا اذا اطعمنا الله سبحانه وتعالى ولولا ان الله سبحانه وتعالى يسر لنا ما يكون به طعامنا لهلكنا ولذلك الله سبحانه وتعالى بيبين لنا ده افرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يا على جمال نعم ومدد ربنا يبقى احنا بناكل من زرع من زرع ربنا مش بناكل من ايه؟ من زرعنا لأنك إذا زرعت ولم يزرع الله لك ايه اللي حاصل؟ لا ينبت شيء إن الزرع لا ينبت بماء ولكن ينبت بوصل من الرب سبحانه وتعالى ومدد وعطاء ولذلك إلا حاصل هو اللي بيزرع لنا سبحانه وتعالى فنأكل من من نعمة يمينه سبحانه وتعالى وعشان كده لازم نستطعم ربنا نطلب منه الرزق نطلب منه الطعام نطلب منه القوت نطلب منه كل الخير والبركة والمدد نطلبه بإيه بالقلب وبالفعل وبالقول وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا ده عشان كده حضرة النبي بيقول والذي نفس محمد بيده لن تموت نفس قبل ان تستكمل رزقها فاتقوا الله ايوه بقى ونعمل ايه؟ واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه في غير طاعة الله فما عند الله لا يؤخذ الا بطاعته